فيديو اليوم حعملكم مقارنة سريعة على 8 منتجات مزيلة للميك اب. كل منتج بيدعي انه هو الافضل. صراحة حقولكم من الاخر انه ما في ولا منتج بيزيل الميك اب على الاخر، ما في. قد ما يقولولكم البلوجرز او الميك اب ارتست انه ايه وبشيل وبتقوموا ما في شيء، بتشيلوا الميك اب بتناموا بتقوموا الصبح هتلاقوا عيون الباندا no matter what. بس هقولكم اي هو الافضل واي هو اللي بيستحق حقه واي هو اللي ما مستاهل تشتروه. هنبلش باللي اكتر شي ينحكى عنه اللي هو البايوديرما. بايوديرما يعني للاسف هقولكم انه هو الافضل بين كل شي انا استعملته. هلا هفرجيكم شو هن الاشياء. البايوديرما هو زيت الميك اب، ما في زيت، بشيل الميك اب الووتر بروف، بشيل كل شيء، الماسكارا احسن من غيره بس اكيد ما بشيل 100%، ما في شيء بشيل 100%. سو هذا هو افضل منتج برايي بين كل المنتجات اللي هلا حاقلكم عنها. تاني منتج هحكي عنه هو الكلينيك. الكلينيك بيجي لايك مثل ما شايفين مستعمل هيخلص. الكلينيك بيجي بقلبه زيت وبقلبه مي، تخضوه لتحصلوا على المنتج النهائي. سألته انه ليكو كيف تكون تفتحوه وتحطوه بالقطنة فممكن ينزل اكتر ما انتو بدكم، هيدي سألته. هلا هذا البايديرما هو يعني بتفتحوه له غطا وبينزل كتير، يعني ليكو ها تدلقوها هيك قليل لينقص. وهذا هذه الشغله مميزه حقلكم ليش احسن في ماركه تانية اللي هي جارنيه، ما حبيت ابدا الباكجينج تاعها. يعني هو كمان خالص بدليل انه هو منيح. سيفورا سوبر ووتر بروف اي ميك اب ريموفر، هذا كمان بدكم تخضوه، كمان في نص زيت نص مي بتخضوه، كتير منيح رخيص. كمان سالته انه بدكم تفتحوا هيك الغطاء وتنزلوا منه، بس مش فتحة يعني مش مفتوح بالمرة، في له بخوش سو لا بأس، منيح بدليل انه خالص سو رخيص بنصحكم فيه. سألته انه بيترك زيت على الوجه، يعني بس تنظفوا وتخلصوا بس تمسحوا بالقطنة تعملوا هيك فيكم تتزحلطوا. تالت مونتاج لا في خلينا نحكي عن الاشياء المنيحة. صرنا بالرابع. رابع هو الجارنيه ماي سيلر. الجارنيه ماي سيلر ووتر كتير بيشبه البايوديرما بالتركيبه بالشكل بكل شيء ومنيح، بس سألته بالغطا تاعه. هيدا بتنزلوا منه بكر، يعني مجبورين ينزل فوق ما انتو بدكم، ما معقول كتير ثقيل، يعني بتحسوا خلصت القنينه انه لحظه ما هلقد كان بدي احط، فسئيل كتير الفتحة تاعيته. ونفس الشي في واحد تاني جارنيه بيجي لونه أصفر، هذا بينك، هذا غطاء بينك، هذا غطاء أبيض. هول هن هذا التاني بقلبه فاصل زيت. سألته إنه مزيت بيشيل الميك اب بس مزيت 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 بضل في زيت على الوجه، ما حبيته. مكياج ماي سيلر ووتر كمان كتير بيشبه البايوديرما، بيشبه البايديرما، هذا غالي. بس يعني ثيرمال ووتر، هن اثنيناتهم ثيرمال ووتر، يعني مثل بيعمل تونينج للوجه اكثر منه مزيل ميك اب، لا بس بس منه واو. اخر منتجين عاطلين، كيلز شو سوبريملي جنتل اي ميك اب ريموفر، ما بيشيل شيء ما بيشيل شيء، وبيحرق العيون وريحته بتفطس، ومنه ليكويد على كريم بيجي. بعد ما صار لي مدري قديش شريته وما بقرف استعمله، ليكو كيف بيجي انه بقرف ريحته بتقرف، ما حبيته ابدا وغالي ما حبيته. يمكن هذه اول تجربه كانت معي مع كيلز وكانت تجربه عاطله. اخر منتج جبته مؤخرا وعملت عنه هول هو من شارلوت تلبري، كمان ميك اب ريموفر، كمان بيجي مي وزيت وبتكون تخطوه ليخلص. للاسف
ما بشيل الميك اب مزبوط، ما انا منيح، ما عجبني. خلاصة هالفيديو، بدكم ميك اب ريموفر رخيص ومنيح، سيفورا. واذا ما عندكم سيفورا مثل بلبنان، ما في عنا سيفورا، غارنييه الزهر، تحبوا تدفعوا شوي اكتر، او البايديرما او الكلينيك. الباقيين ما بنصحكم فيهم، ما حيمشي الحال. هذا كل شيء لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بشوفكم الفيديو الجاي، باي.